اعزائي المشاهدين اينما كنتم اهلا بكم ترندنج ياتيكم من قناه شروق نيوز والبدايه بهذا الفيديو الذي انتشر بقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نقل سكان بلديه عين بنيان معاناتهم مع انقطاعات المياه المتكرره. هذه المره غاب الماء عن الحنفيات لاكثر من اربعه ايام ما جعل المواطنين ينتظرون الشاحنات المحمله بصهاريج حتى ساعات متاخره من الليل. المواطنون هنا اجتمعوا في الساحة المحاذية للعمارة في طابور طويل للتزود بالمياه نتابع الفيديو إذا مشاهدينا المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الفيديو نهار اليوم ولدينا هنا في التعليقات التعليق الأول هذا لأحمد والذي يقول فيه في عز شتاء الميسيل من كل جهة غير في العين لمكاش من هنا نذهب إلى تعليق آخر وهو لبلال والذي يقول فيه الجزائر ليست العاصمة فقط في المسيلة مثلا المياه مقطوعة بالشهر خاصة في فصل الصيف داخل عاصمة الولاية نحكي عن البلديات المنسيه شراء الماء بصهريج لا تزود البلدية الناس بالماء مثل ما تفعله بلدية العاصمة لدينا أيضا تفاعل آخر لصفحة أجي شراغة والذي تقول وتبقى معاناة قاطني مقاطعة عين بنيان بقطع المياه على السكان لأيام متتالية تقارب الأسبوع على كل مدى السنة سكان يناشدون وزير الموارد المائية والمدير العام للتدخل لفك الخناق والعطش على السكان إذا مشاهدينا من هنا نذهب إلى قصة أخرى وهي لمحمد جدي مهندس فلاحي ونشط زراعي من ولاية تبسة شاب تعلق قلبه بالفلاحة فجاب أرض الوطن شمالا جنوبا شرقا وغربا ليعرفنا بخيرات بلدنا ويبعث رسالة أمل لشباب الجزائري قناة شرق نيوز سلطة الضوء على محمد من خلال هذه القصة الخبرية نتابع إذن مشاهدينا كانت هذه قصة محمد جدي والآن نذهب إلى تعليقات وكيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع محمد لدينا هذا التعليق الأول أمين أمين والذي يقول أعطيه الفرصة للشاب زوالي مش لسراق لدينا تعليق آخر لعبد الله عبدو والذي يقول الله يكون في عونه رزق الإعانة من الحكومة لزيادة الإنتاج الوطني وتشغيل اليد العاملة. لدينا أيضا هنا تعليق آخر للدمسي والذي يقول ها هم الرجال تاع الصح واللي ربوهم والديهم. إذا أعزائي المشاهدين محمد جدي المهندس الفلاحي تواصلنا معه وبعث لنا هذه الرسالة من قلبي الميدان نتابع. بلادنا احنا اللي نبنوها اقسم بالله غير احنا اللي نبنوها شبيبه تاعنا هي اللي تبنيها جامي ورا البحر عندك ثاني صحة روح للصحراء روح استثمر روح وقف ابدأ روحك بشويه ماشي محتم الديماري طول براس اخدم عاون تبع اصدم هذه بلادنا تبناها تكون راجل على روحك ما هيش مشكل ديماري برك قول ربي سبحانه والله العظيم غير ربي اللي يعاونك والله غير ربي اللي يعاونك قول بسم الله ان شاء الله وعلى ربي ان شاء الله فلاحه مشتقه من كلمه حي على الفلاح حي على الصلاه تفلح تربح صلاه الجيل يعني العمل اللي بعد الجيل الفلاحه بلادنا يخصها الامكانيات اجل، بلادنا يخصها حوايج بزاف، يخصها العلم، يخصها يخصها. صح يخصنا نحن نطوروها، باسكو الا بقينا مربعين يدينا والله جامي نوصل لبلاصه. بارك الله فيكم، محمد جدي النشط البلاحي ربي يحفظكم. يدي ممدوده للجميع، وجميع واحد يخصه حاجه عندي، ونقول قادر عليها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من كتم علم يطلب فيه طريقا الى الله، الجمه الله بلجام من النار، وتفكروا مليح 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 ازمه كورونا، ازمه كورونا علمتنا باللي امه ما عندهاش الماكله تاعها من غير ما تنسج أمة فقيرة ونحن أمة أعز الله في الإسلام الله يعطيك من خير وربي يرفع بال... اذن مشاهدينا كانت هذه قصة محمد جدي المهندس الفلاحي من ولاية تبسة ومن هنا نذهب إلى موضوع اخر حيث استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين استنكر إغلاق صفحته من طرف شركة فيسبوك ويأتي الاغلاق بعد فتوى نشرها الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك شرع فيها المقاطعة الشاملة للاحتلال الاسرائيلي الى أن ينسحب من كافة الأراضي العربية المحتلة نتابع هنا هذه التغريدة الذي نشرها الاتحاد عبر صفحته بمنصه تويتر والتي يقول فيها اغلاق صفحه الاتحاد على الفيسبوك بسبب مواقفه لذلك نوجه نداءنا الى جميع المسلمين والمنصفين في العالم وخاصه اهل العلم والمروءه ان يقفوا مع الاتحاد ومع صفحته الجديده وقوفا مع الحق ودرءا للظلم والطغيان وحمايه لصوت الحق الذي يراد اسكاته بجميع الوسائل كانت هذه التغريدة تغريدة الاتحاد عبر منصة تويتر مشاهدينا والآن نذهب إلى كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث لدينا هنا آه هذا تفاعل لعمر عبد العزيز بهاء الدين والذي يقول فيه نحن كوكب من اعضاء الاتحاد في كردستان ندين بشده ما قامت به اداره فيسبوك من غلق صفحه الاتحاد في الشبكه ونحسبها اخفاء صوت طالما كان عاليا للدفاع عن يعني الحق والحريه ونساند بكل قوانا فتح صفحه جديده كي يبقى رائد الوسطيه والاصلاح في الأمام لدينا أيضا تفاعل آخر لمحمد بوكجان والذي يقول على كل حال أنتم تقدمون خدمة جليلة للدين الإسلامي مظاهر الإسلام ليست في صفحة اتحاد علماء المسلمين لدينا دائما في التفاعلات هذا تفاعل لمنير العبد والذي يقول فيه وفقكم الله لخدمة الدين الإسلامي القويم وأعانكم الله على الوقوف إلى جانبي الحق إذا مشاهدينا من هذا الموضوع إلى موضوعي الختام والختام سيكون بهذه المبادرة حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور طالبات من الإقامة الجامعية وهي سالم بن يونس بولاية ورقلة أين قمنا بتنظيف جناح كامل لمساعدة عاملة النظافة. المبادرة هذه لاقت رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداول رواد هذه المواقع تداولوا هذه الصور إذا مشاهدين من هنا من هذه الصور نذهب إلى التعليقات لدينا تعليق الأول لعمار والذي يقول الله يبارك إن شاء الله تكون مبادرة في كامل الإقامات سواء بنات أو ذكور يلو كان ساعة واحدة في الأسبوع لدينا أيضا تفاعل آخر لجلال والذي يقول فيه ما شاء الله هكذا الإنسانية وأحسن مبادرة يعطيهم الصحة النظافة نظافة العقول قبل نظافة البدن إذا لدينا أيضا هذا التعليق لسعيد ناصر الذي رصدناه والذي يقول نتمنى منهم يكرروا العملية أغلب المنظفات طاعنات في السن وربات بيوت وذوات أجر زهيد جدا قال سعيد لدينا أيضا هذا التفاعل سوسو والتي تقول النظافة ترجع لهم مبادرة حسنة يعطيهم الصحة لدينا أيضا تعليق آخر لصالحة والتي تقول مشيكم البعض يروح يرفد تليفون ويصور لك الإهمال لكن هادو عرفوا أنهم جزء من التغيير إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التريندينج لنهار اليوم شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله